هل صرف الريال بالدولار أو العكس يعد من البيع بالنقد، مع العلم أن الثمن يختلف ويزيد؟ يعد إيش؟ يعد من البيع بالنقد. صرف، هذا الصرف، بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف، بيع العملة بالعملة هذا هو الصرف. فإذا اختلف الجنس، بعت ريال سعودي بدولار أمريكي مثلاً، يجوز التفاضل، يجوز الزيادة بين النقدين نظراً لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابل. هذه قاعدة، خذوها معكم، خذوها معكم. إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنسيئة، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة. نعم.